نروح بقى لاخبار قطاع ناشئين في نادي الزمالك، وفاز فريق الزمالك لكره القدم مواليد 2007 على نظيره فاركو بهدفين دون مقابل في المباراه اللي جمعت الفريقين امبارح الاثنين على ملاعب الراحل الكابتن ابراهيم يوسف بمقر القلعه البيضاء في الجوله السابعه لبطوله الجمهوريه. واحرز هدفي فريق الزمالك 2007 احمد حسن، وظهر لاعبو الفريق بمستوى مميز خلال احداث المباراه، واللي نجحوا في السيطرة على كل أو معظم مجريات اللقاء وتسجيل هدفين وإهدار بعض الفرص المحققة. وحرص محمد طارق وأحمد خالد حسنين ورامين صوحي أعضاء المجلس الإدارة تحت السن على متابعة المباراة كنوع من المؤازرة للفريق، وكان في استقبالهم الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين وقدم ليهم التهنئة على الفوز في الانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديدة بقيادة كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. وحرص حسين عبد اللطيف نائب رئيس قطاعات الناشئين وجمال حمزة المدير الفني للقطاع وحازم إمام نائب المدير الفني وشكري حسن المدير الإداري وأحمد السيسي مدير إداري للقطاعات وأعضاء اللجنة الفنية للقطاعات نادي الزمالك وعلى رأسهم أحمد عبد الحليم على مشاهدة المباراة ومؤازرة اللاعبين. وزي ما احنا عارفين بيقود فريق 2007 الكابتن احمد رزق مدير فني وحمدي صالح واحمد محمد مدربين مساعدين وياسر سعد مدرب لحراس المرمى ومجدي قاصد اداري ومحمد عبد الودود مخطط الاحمال وابراهيم عبد الرحمن اصابات وتاهيل وسيد جاد عامل المهمات.